شفنا مع حضراتكم يعني حتى طبعا الكلام ان فريق نادي الزمالك اختلف تماما وبيضم دلوقتي في صفوفه لاعب تونسي واخد احسن لاعب في افريقيا السنه دي. خليني اقول ان المباراه كانت عصبيه، شفنا تعليقات، شفنا كابتن محمد مصلحي قد ايه الفوز كان مهم، لان الحقيقه مش مهم النهايات، المهم انت نهايه المباراه ازاي. 3-2 نتيجه برده مش قليله طبعا. بيقول النادي الاهلي الف مبروك، هارد لك نادي الزمالك. خلينا نقول حاجه، النادي الاهلي كمان مجلس اداره النادي الاهلي وافقوا للفريق على معسكر في هولندا قبل البطوله ب 10 ايام، قبل بطوله افريقيا ب 10 ايام، وده برده دعم فني كبير جدا للفريق لما يعمل 10 ايام معسكر في هولندا ويعمل اكتر من مباراه، بتهيألي هتكون فيها استفاده كبيره مع ضغط المباريات. امبارح كان التقرير اللي احنا شفناه ده، وكان النهارده مباراه سموحه. احب اقول ان الرجال فازوا النهارده على سموحه 3-0، ودي تاني المباريات. بكره راح ان شاء الله، وبعد بكره هنلاقي الجيش. كل التوفيق ان شاء الله لرجال الطائره يعني في النادي الاهلي. خلينا نروح للخبر الثاني، فريق فاز الفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي على فريق سموحه بثلاثه اشواط نظيفه في الدور ال16 من بطوله كاس مصر. اقيمت المباراه على صاله الشهداء بمقر الجزيره، وسوف يواجه الاهلي في دور الثمانيه الفائز من لقاء 6 اكتوبر والنصر. خلينا نشوف التقرير ده عن الطائره سيدات في النادي الاهلي وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله، طبعا فوز مهم، مباراة كاس طبعا كان لابد ان احنا نفوز فيها. الاهم ان احنا الحمد لله اشركنا ال 14 لعيبة اللي موجودين في السكور، وتقريبا كل اللعيبة شاركت في المباراة واطمنا على كل اللعبات. الحمد لله ما عندناش اصابات، كل اللعبات رجعت وتقريبا كله جاهز فنيا وبدنيا باذن الله للمرحله الجايه. بطوله افريقيا مرحله مهمه جدا في مشوارنا السنه دي. المرحله الاولى كان البطوله العربيه الحمد لله انهيناها خلصناها وفزنا بالبطوله. عندنا المرحله الثانيه طبعا البطوله الافريقيه على ارضنا على صاله النادي الاهلي، بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا واستعاده اللقب بتاعنا اللي فقدناه السنه اللي فاتت. باذن الله انا شايف كل اللاعبات في التدريبات مركزه جدا وعندهم رغبه اكيد ان هم يحرزوا اللقب ويحققوا اداء عالي جدا في البطوله باذن الله. والله شكل المباراه كان ماشي الحمد لله بشكل متوسط، الفرقه الحمد لله كانت حافظه الفرقه اللي هناك، واحنا كنا ماشيين بنظام ماسكين اللعب الحمد لله كويس، والحمد لله يعني ربنا عدى الماتش على خير. والله هو شكل المنافسه في الموسم ده طبعا في منافسه قويه بيننا وبين الشمس وبين الزمالك وبين سبورتنج، فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه. احنا الحمد لله فتره قبل اي ماتش من الماتشات ديت بنعمل احنا طبعا زي محاضرات للفرقه ديت، بنحلل كل الفرقه ديت وبنظبط ده كله للعيبه، بيبقوا نازلين الماتش شبه قريم كل الفرق اللي قدامهم وبينفذوا التعليمات والحمد لله والامور بتمشي كويس، اللهم المستعان. يعني هي كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني ماتش سموحه يعتبر متهيألي من اكثر الماتشات اللي بتتلعب دلوقتي في دور ال 16، كان الاهلي وسموحه كان في لعب شويه باقي الفرق يعني مريحه. طبعا ان شاء الله يعني بيسهل لنا الامور شويه قبل ما نطلع معسكر البطوله الافريقيه ان شاء الله في سلوفينيا ونجهز ان شاء الله البطوله الافريقيه. المنافس التقليدي طبعا فريق نادي الشمس، ان شاء الله لو عدينا الكوارتر فاينل ده هنقابلهم في السيمي فاينل. وطبعا في الزمالك السنه دي عامل موسم عالي جدا، وفريق سبورتنج اللي اشترك في البطوله العربيه، فهم دايما المنافسين بتوعنا يعني الثلاث فرق دي. مباراه النهارده طبعا مباراه كاس بتفترق طبعا عن مباريات الدوري، علشان الكاس يعني بيبقى ماتشات فعلا ما فيهاش هزار خالص، انت ممكن بعد شهر لو فريق خسر خلاص كده هو بيطلع. فكنا احنا كنا مركزين جدا جدا لان برده فريق سموحه فريق كويس وماشي ماتشاته كويس جدا في الدوري، فكان لازم ان احنا نركز قوي من اول الماتش، وده حصل الحمد لله وقدرنا ان احنا نفوز الحمد لله 3-0. المنافسه هتبقى ان شاء الله ان شاء الله قويه في كاس السيزون ده، ان شاء الله احنا اتاهلنا كده لدور الثمانيه باذن الله، ومن بعده ممكن اعتقد ان احنا هنلاعب كده ممكن الشمس في السيمي فاينل، فدي طبعا هتبقى برده منافسه قويه. العادي ان احنا ممكن نقابلهم في الفاينل، بس مش عادي ان نقابلهم في السيمي فاينل، فده طبعا بيفرق كتير عن لانه فرقتين مهمين، حد منهم بعد شهر يعني يطلع بره كاس، ده طبعا هيبقى ان شاء الله السنه دي مختلف. يعني بطوله افريقيا بالنسبه لنا اهم بطوله، لان هي غير ان هي اصلا خسرناها المره اللي فاتت في النص النهائي، احنا دايما بالنسبه لنا بطوله افريقيا اهم بطوله، لان دايما بيقول ان الاهلي بطل افريقيا، فاحنا بنستعد عليها بطريقه ان هو عاملين فوكس عالي جدا، ان هو ما ينفعش خالص ان اي تشتت بره او اي حاجه تتشتت بيها عن الفولي ما ينفعش وغير مسموح بيها خالص. وكابتن حمدي وكابتن رانيا طبعا مركزين معانا جدا، والحمد لله الدكتوره كمان ساعدنا ان احنا نكمل وكده. شفنا مع حضراتكم التقرير،
الطائره سيدات فازوا على سموحه في دور ال 16. هي كانت مباراه اقيمت في مقر الجزيره بالنادي الاهلي في صاله الشهداء. الحقيقه في بطوله افريقيا للسيدات زي ما احنا شايفين اللاعبات كل تركيزهم على بطوله افريقيا. يمكن خسرنا اللقب السنه اللي فاتت بعد ما كنا حامل اللقب لاكثر من سنه. عندهم رغبه كبيره جدا في اعاده اللقب، ان شاء الله هيكونوا قدها، والمباراه هتكون في ملعبنا وسط جمهورنا. اكيد ان شاء الله ده هيكون دافع كبير جدا. لازم اطلع فاصل دلوقتي عشان نستقبل خلال الفاصل ضيوفي. الفقره الاولى الكابتن طارق رجب مدير فني القاهره بالنادي الاهلي، والكابتن اشرف صالح مدير فني الكوميتيه بالنادي الاهلي. الفاصل وارجع استقبل ضيوفي مع حضرتك.